السلام عليكم ورحمة الله. طلاب أولى كلينيكال، النهاردة هنتكلم في المحاضرة الثانية في الإلكتروكيمستري. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الانترودكشن بتاعت الإلكتروكيمستري وإيه معنى الإلكتروكيمستري، إزاي أنا بستخدم الكيميكال رياكشن تو برودوس الإلكتريستي أند هاو كان يوز الإلكتريستي تو برودوس الكيميكال رياكشن. النهاردة إن شاء الله هنكمل جزء الإلكترو، بدنا نتكلم في الجزء الثاني وهو البوتنشيومتري. البوتنشيومتري عبارة عن جهاز بيقيس لي البوتنشيال بين الريفرنس الكترود والانديكيتور الكترود. انديكيتور الكترود معناه ان لما يكون معايا انالايت بجيب بيه انديكيتور الكترود اللي هو اساسا بيتاثر بالكونسنتريشن بتاع الانالايت. طيب البوتنشيومتري ده بقيسه بايه؟ بقيسه بالبوتنشيومتر. البوتنشيومتر عباره عن ديفايس ذاتس ميجرينج ذا بوتنشيالز اوف ان الكتروكيميكال سيل ويزاوت دروينج ا كارنت اور الترينج ذا سيل كومبوزيشنز. يبقى هو بيديني في الاخر رقم، انا معايا انالايت بتاعي الدراج بتاعي وفي سوليوشن، واجيب الانديكيتور الكترود موصل طبعا بالريفرنس الكترود، وكلمه ريفرنس الكترود معناها ان هو اللي بوتنشال ثابت ما بيتغيرش. اللي بيتغير عندي اللي هو الانديكيتور، ويتغير ليه؟ ليه؟ عشان التركيز بتاع الانالايت بتاعي. الاستراكشر بتاع البوتنشيومتريك سيلز، السيلز بتاعتي لازم تتكون من وركينج الكترود او بنسميه ثاني انديكيتور الكترودز، اللي هو بيشتغل از كاسود. واحنا عارفين طبعا الكاسود از سايت اوف ريدكشن، خلاص. وده بيحصل عند الوركينج الكترود ده يا اما يحصل فيه الكترون دونيتنج او اكسبتنج الكترونز. الجزء الثاني اللي هو الريفرنس الكترود، الريفرنس الكترود ده اللي هو جزء مهم جدا، القراءه بتاعته ثابته ما بتتغيرش خالص، ما تتاثرش خالص بالانون. رقم ثلاثة اللي هو سيل فولتج، ده بيبقى عباره عن الديفرنس بتوين الانديكيتور والريفرنس الكترود. ادي عندي خليه، الخليه دي انا عايز اقيس اللي هو الكونسنتريشنز اللي هو معمول بالبنك ده، يبقى انا لازم احط الانديكيتور الكترود في الخليه اللي انا عايز اقيسها موصله بالريفرنس الكترود، وفي لازم يبقى في سولت بريدج، وفي الاخر بيديني القراءه النهائيه اللي هي بتاعت اللي هي بنسميها السيل بوتنشيال. يبقى انا عندي تو هاف سيلز، يبقى رايت وليفت. الرايت دايما اللي هو بيبقى فيها الانديكيتور الكترود اللي انا بقيس بيه السولوشن بتاعي طبعا، والليفت بيبقى فيه الريفرنس الكترود. اللي بيحكم لي العلاقه دي اللي هو النيرنست ايكويشن، اللي بتساوي لي الاي نود بلس 0.0591 ديفايدد ان ان نمبر اوف الكترون ايفولفد سواء اكسبتد او دينوتنج على اللوج اوكسيدانت على الريدكتانت. انتوا خدتوها في مع الدكتور محمد جمال ان الاوكسيدايزنج ايجنت، الاوكسيدايزنج ايجنت ده في الريدوكس يعني الاشاره كانت نيجاتيف، لما تبقى الاشاره نيجاتيف يبقى انا هعكس يبقى الريدكتانت على الاوكسيدانت. هنا احنا خلينا الاشاره بوزيتيف يبقى هيبقى الاوكسيدانت على الريدكتانت، ده اللي هو هاف سيل. وفي النهايه اللي هي الاي سيل او السيل بوتنشال عموما بتساوي الاي رايت اللي هو بتاعه الانديكيتور اللي هي بيقيس الدراج بتاعي ناقص الاي ليفت اللي هي للريفرنس الكترود. طيب يبقى النيرنست ايكويشن اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي السيل بوتنشال بتساوي اي نود ماينس ار تي على ان اف في اللوغاريتم الطبيعي للاوكسيد اللي هو الاي للريدكتانت على الاي للاوكسيدانت. هنا شلنا طبعا الار تي الار في تي على اف دي وعوضنا عنها بالقيمه اللي هي 0.0591، خلاص.
طيب النيرنس ايكويشن فور كومبليت سيل بتساوي الاي بتساوي الاي بوزيتيف اللي احنا قلنا عليها بتساوي الليفت الرايت سايد اللي هو الانديكيتور الالكترود المحطوط فيه السولوشن بتاعي اللي انا عايز اعمل له اناليسيس ناقص اللي هو الريفرنس الكترود. طيب الشورت هاند نوتيشن ازاي احنا قلنا المره اللي فاتت ازاي انا بعمل اختصار للي بيحصل في الخليه. قلنا احنا دايما بنكتب الانود الاول يبقى اللي بيحصل مثلا فور اكزامبل لو عندي الزنك مع الكبر خلاص يبقى الزنك هيبدا بالزنك لانه الزنك اللي بيحصل له ريدكشن والزنك رود دي اميرزد اللي هو السوليد لاين ده اميرزد ان زنك سوليوشن يبقى هو الزنك سوليوشن اللي انا عايز اعمل له ديترمينيشن. وقلنا التو بارلل لاين دي انديكيتنج ذا سولت بريدج. بعد كده الرايت سايد هنا او اللي هو الكبر ده اللي هو اللي بياخد الالكترونات وبعدين بيتحول الى كبر ميتالز ويحصل له ديبوزيشن على الالكترود. ده اختصار العمليه كلها يعني. طيب انا لو عندي عندي نفس الالكترود في كلا حالتين الالكترود واحد بس سوليوشنز مختلف. انت تتوقعوا اني لو انا عندي تو كونسنتريشنز اوف كبر سوليوشنز وبعدين انا عندي تو الكترود من الكبر اميرزد ان تو سوليوشنز بس السوليوشنز الاثنين دول مختلفين عن بعضهم. يعني عندي تركيز واحد 0.1 مول والثاني 0.01 مول. اتوقعوا مين اللي هيدي الالكترونات ومين اللي هياخد الالكترونات. دي بسميها السيل كونسنتريشن. في الحاله دي انت عقليا كده دماغك هتروح لناحيه ناحيه ان الكونسنتريشن الاعلى هيروح للاقل لا خطا. انا عشان اركز المحلولين واخليهم زي بعضهم لازم المحلول المخفف ده ياخد من الالكترود يبقى الالكترود هيفقد 2 الكترون. طبعا احنا قلنا لو هو فقد 2 الكترون هتحول الى ايونز والايونز دي هتدوب وتنزل في المحلول فكده تركيز الكبر سوليوشن هنا هيزيد لان الالكترود هيبتدي يفقد الكترونات وتحول الى ليكويد. على العكس هنا السوليوشن هياخد الالكترونات وتحول الى سوليد. يبقى في الحاله دي اللي هيفقد الالكترونات الناحيه اللي هي فيها كونسنتريشنز اقل. البوتنشيومتري ده طبعا لازم يبقى فيه الكترودز. يبقى انا عندي ايه انواع الالكترود اللي انا ممكن استخدمها؟ يبقى انا عندي نوعين من الالكترود مفيش غيرهم يعني ريفرنس الكترود وووركينج الكترود او انديكيتور الكترودز خلاص. وكل واحد ليه انواع. الريفرنس الكترود ده اللي هو has a constant potentials and well known potentials and independent on concentrations of ions. ده معروف الكونسنتريشن بتاعته ما بتتغيرش والا ما يبقاش ستاندرد. الستاندرد ده زي كانك انت يعني بتجيب حاجه كده قياسيه بتقيس عليها دي حاجه ثابته في كل الكونديشن هو ثابت المفروض ما بيتغيرش. ده اللي هو الريفرنس الكترود. اما الانديكيتور الكترود اللي هو انا اساسا بستخدمه عشان اقيس المحلول هو ده اللي بيتغير مع الانون بتاعي خلاص. يبقى انا عندي ريفرنس الكترود ده ثابت والجرايه بتاعته ثابته الفولت بتاعه ما بيتغيرش لو اتغير ما يبقاش ريفرنس. طيب الثاني بقى الانديكيتور الكترود اللي هو المفروض بيتغير معايا على حسب تركيز الانالايت الموجود. طيب الريفرنس الكترود عندي منه نوعين برضه. يبقى انا الانديكيتور بيستخدمها نوعين اللي هو ريفرنس وانديكيتور والريفرنس منه نوعين برايمري وسكندري. ليه احنا قلنا برايمري وسكندري؟ البرايمري معناها ان الكونتنت بتاعه الالكترود ما بتعتمدش على حد من بره ما بتعتمدش على الاكسترنال فاكتورز او سكندري فاكتور لا الكونتنت هي اللي بيعتمد عليها الالكترود بس. اما في حاله السكندري فان الالكترود بيعتمد على انذر فاكتورز مش من مين كومبوننت بتاعتنا. طيب البرايمري الكترود انا عندي مثال ليه اللي هو النورمال هيدروجين الكترود او الستاندرد هيدروجين الكترود هو نفس الاسم او هو نفس الالكترود. والسكندري عندي منه نوعين اللي هو سيلفر كلورايد الكترود ومفروض انا بقول سيلفر بقول ساتوريتد سيلفر كلورايد الكترود والثاني اللي هو الساتوريتد كالوميل الكترود ساتوريتد كالوميل الكترود وهنتكلم بالتفصيل عن كل واحد. طيب البرايمري ريفرنس الكترود اللي هو الستاندرد هيدروجين الكترود وده ببساطه خالص بيتكون من عفوا
تكون من البلاتينم واير وفيها بلاتينم بلوك، وبعدين عندي الهيدروجين جاز بضخه عند واحد اتموسفير، وعندي ال HCl او ال H ions اللي هي واحد مولر تركيزها. خلاص بيحصل اوكسيديشن والريدكشن في نفس التوقيت على حسب احتياجي. خلاص البوتنشال بتاعه زيرو، يعني ده ملوش البوتنشال بتاعه صفر. خلاص طبعا الستاندرد هيدروجين الكترود في مشاكل، او الرياكشن اللي بيحصل فيه قبل ما اتكلم عن المشاكل بتاعته، ان هو الهيدروجين ايون بياخد الكترون ويديني نص الهيدروجين اللي هو ايه الهيدروجين، يبقى الهيدروجين ايون بيتحول الى هيدروجين جاز، او ممكن انا بقول اثنين هيدروجين ايون بياخدوا اثنين الكترون عشان يدينا هيدروجين بس. خلاص طيب الهاف سيل او شورت هاند نوتيشن اللي هي بتساوي اللي هو البلاتينم، وبعمل فاصله كده، البلاتينم انرت ما بيدخلش في التفاعل خالص، هيدروجين جاز على الهيدروجين ايونز. خلاص وده معروف ان هو البوتنشال بتاعه زيرو، بس بشرط ان يكون الهيدروجين 1 اتموسفير. خلاص طيب طبعا زي ما قلنا البلاتينم does not take a part of the electrochemical reactions but serve as a site of electron transfer. ايه الديسادفانتج بتاعته؟ طبعا الديسادفانتج ده لما في هيدروجين 1 اتموسفير، هي المشكله ان هو ممكن الهيدروجين ده ما يبقاش 1 اتموسفير، ممكن يبقى اعلى او اقل، فلذلك لازم ابقى عامل مونيتورنج على طول على الغاز اللي بيتضخ، يعني المفروض ما يزيدش ولا ينقص عن 1 اتموسفير، وده طبعا مكلف جدا وصعب جدا ان انا احفظ الهيدروجين عند 1 اتموسفير. اثنين اتس نيد بيريوديكال ريبليتنج للبلاتينم شيت. ليه بيحصل احيانا رياكشن على سطح البلاتينم ده فبيحصل خدوش والبتاع، الخدوش دي ممكن تعمل لي ايه مشاكل، يحصل ريدكشن على مواد تانية على سطح البلاتينم، فانا محتاج كل شويه اعمل ريبليتنج، يعني اعمل طلاء للبلاتينم شيت. برضه كانت يوز سوليوشن كونتين اوكسيدايزنج ايجنت، لو في اوكسيدايزنج ايجنت عالي جدا انا ما اقدرش استخدم الهيدروجين الكترود او ستاندرد هيدروجين الكترود، وكذلك لو كان في ريديوزنج ايجنت قوي جدا برضه ما اقدرش استخدم الستاندرد هيدروجين الكترود. البلاتينم بلاك سيرفيس ايزلي كونتامينيتد طبعا، فدي مشكله، فانا عايز كل ليه؟ لان الاسيد اللي انا بستخدمه لو ممكن يبقى سلفوريك اسيد يبقى مش بيور خالص، وبالتالي الامبيورتيز دي ممكن تعمل لي مشاكل وتعمل لي يعني كونتامينيشن على السيرفيس بتاع البلاتينم بلاك. طيب يبقى اذا البوتنشال بتاع الستاندرد هيدروجين الكترود بيعتمد اعتمادا كليا على ان البريشر يبقى عند 1 اتموسفير، والهيدروجين ايون لازم يبقى عندك 1 مولر، وبرضه بيتاثر بالتمبريتشر. ده كل عيوب. النوع الثاني اللي هو السكندري ريفرنس الكترود اللي هو زي الساتوريتد كالون، لازم اقول ساتوريتد كالون الكترود، معنى ساتوريتد يعني هو وصل حاله من التشبع الى درجه ان هو رسب البوتاسيوم. طيب كلمه كالوميل دي جايه منين؟ جايه من اللي هو الميركروس كلورايد اللي هو الفورميولا بتاعته اللي هي اتش جي، يبقى اتش جي 2Cl2 دي اسميها ميركروس كلورايد او بيسموها كالوميل، يبقى الصيغه دي اسميها كالوميل، ومن هنا سموا الالكترود كالوميل. الكالوميل الالكترود ده بيتكون اساسا من الميركري ميتال والميركروس كلورايد اللي احنا قلنا عليها كالوميل، زائد ولازم اعمل كده بوتاسيوم كلورايد، ولازم تبقى ساتوريتد ساتوريتد، يبقى انا عايز التركيز العالي جدا من البوتاسيوم كلورايد. ليه؟ لان هنا الميركري الميركروس كلورايد لما بياخد 2 الكترون بيتحول لي الى ميركري ميتال، يبقى يديني ميتال ميركريك ميتال 2 زائد 2 كلورايد ماينس، الكلورايد ما بيدخلش في الموضوع. طيب لو انا رحت الارنست ايكويشن هيحصل ان الاي بتاعتي بتساوي الاي ستاندرد الكترون بوتنشال زائد 0.0591 على ان عدد الالكترونات هنا 2
لوج الميركراس كلورايد ميركراس كلورايد كونسنتريشن على الميركري ميتال في الكلورايد ماينس تو ذا كونسنتريشن. بنقول في قاعده احنا بنقولها الان ايونايزد ان ايونايزد سولت اللي هو زي الميركراس كلورايد ده خلاص والميتال اي ميتال بيساوي واحد مولر خلاص بيساوي واحد مولر. لو انا عوضت مكان في الايكويشن دي مكان الحياه دي يبقى هيبقى في الاخر لوج واحد الكونسنتريشن بتاعه على واحد في الكلورايد ماينس 2 يبقى اذا هنا الايكويشن كله اعتمد على تركيز الكلورايد ومن هنا سمي سكندري. سكندري معناه ان الالكترود لا يعتمد على تركيز الميركرس كلورايد ولا الميركري بل يعتمد على الكلورايد. عشان كده انا بعمل ساتوريتد سوليوشن من الكلورايد لدرجه ان السوليوشن بتاع الكلورايد ده بيترسب بيبقى راسب في الاخر من كتر الكميه. ليه؟ ان في احيان كثيره الكلورايد يستهلك مع الميركراس از هاير كومبلكس بيديني هاير كومبلكس يعني بياخد كميه كبيره من الكلورايد. لو الهاير كومبلكس ده ما لقيش مخزون من الكلورايد ساعتها الريفرنس الكترود هي القيم بتاعته هتضيع ويبوظ يعني خلاص. فده جات التسميه من هنا من اللي هو سكندري الكترود خلاص. ده رقم واحد اللي هو الساتوريتد كالوم الكترود. رقم اثنين اللي هو عندي اللي هو سيلفر كلورايد الكترود وهو في نفس الحاله بالظبط او هو برضه بينطبق عليه نفس الحاله لان انا يعني هو زيه زي بالظبط اللي هو ميركراس كلورايد او الكالوم الكترود بيعتمد برضه على الكلورايد. فالسيلفر هياخد واحد الكترون ويديني سيلفر ميتالز ويديني الكلورايد ايون. هطبق النيرنس ايكويشن هلاقي ان الالكترود معتمد برضو اساسا على الكلورايد. يبقى كلا الميركرا او كالوم الالكترود او سيلفر الالكترايد سيلفر كلورايد هنا ساتوريتد بوتاسيوم كلورايد برضو نفس الكلام. انا عندي السيلفر كلورايد زائد الكترون هيديني سيلفر ميتال زائد الكلورايد ايونز. يبقى الكونسنتريشن بتاع او في النيرنس ايكويشن بيعتمد برضو على الكلورايد لان ده بواحد وده ان ايونايزد بواحد فاذا التركيز يعتمد كليا على الكلورايد. وفي هذه الحالة برضو انا بقول ان الالكترود هنا اللي هو سكندري الالكترود لان هو ما بيعتمدش على السيلفر كلورايد ولا على السيلفر بل بيعتمد على تركيز البوتاسيوم كلورايد او الكلورايد لان برضو ممكن يكون لي اللي هو الهاير كومبلكس. طيب اللي هو الساتوريتد كالوم الالكترود بيديني اساسا هنا احنا كنا قلنا الفولت بتاعه 0.24 يبقى ساتوريتد كالوم الالكترود بيديني القيمه دي على طول ثابته. اما اللي هو السيلفر ساتوريتد كلورايد بيديني 0.199 فولت ودول خلي بالك ان ده ممكن تيجي في الحاجات اللي هي الام اس كيو يعني خلاص. طيب هدخل بعد كده على ده بالنسبه للجزء الاول في المحاضره. الجزء الثاني انا بعمل بدخل على الجزء اللي هو الانديكيتور الكترود خلاص. الانديكيتور الكترود ده اللي هو انا هشتغل عليه معظم الشغل كله بيبقى عليه الاساسي. فالانديكيتور الالكترود ده انا بقسمه الى طبعا هو ده اللي بيتاثر بالكونسنتريشن بتاعي اللي انا عايز اقيسه فده مهم جدا طبعا. الانديكيتور ده نفسه هو مفروض
يعني في معظم الحالات بيبقى هو نفسه انرت، ما بيضيفش بوتنشال للمحلول بتاعي، بل هو يعتبر مقياس. اي تغير في الكونسنتريشن بتاع السوليوشن هو بيحس بيه، وبالتالي بيدي بوتنشال مع الريفرنس الكترود، وبالتالي اطرح انا كميه الريفرنس من الخليه كلها هيديني الكونسنتريشن بتاع الانالايز بتاعي. طيب ايه انواع الانديكيتور الكترود؟ الانديكيتور الكترود انا عندي منه نوعين اساسيين. واحد اللي هو الميتال الكترود، يبقى الالكترود بتاعي ميتال خلاص. والنوع الثاني اللي هو ايون سيلكتيف الكترود. كلمه ايون سيلكتيف يبقى هو بيقيس حاجات مخصوصه، وبالتالي ده هايلي سيلكتيف، يعني انا مش بستخدم ولا اي حاجه، لا ده انا بصمم حاجه معينه عشان اقيس بيها حاجه معينه خلاص. طيب زي مين الايون سيلكتيف الكترود؟ مشهور جدا اللي هو بي اتش ميتر او الجلاس كاربون الكترود او ممبرين الكترود زي الجلاس ممبرين. طيب الميتال الكترود ده بينقسم الى ثلاث حاجات، اللي هو فيرست كايند ميتال ايون الكترود، والثاني او بيسموه هم يعني ده فيرست كايند ميتال ايون الكترود بيسموه كاتايون الكترود خلاص، او كاتايون تايب. ليه؟ لانه بيعتمد على الكاتايون. النوع الثاني اللي هو سكند كايند وبيسموه انايون الكترود او انايون كايند. النوع الثالث اللي هو الريدوكس الكترود، وهو ده انرت الكترود خلاص. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الميتال انديكيتور الكترود، اللي هو فيرست كايند ميتال ايون الكترود اللي بيسميه كاتايون، الثاني سكند كايند اللي هو بيسميه انايون، والثالث اللي هو ريدوكس الكترود او انرت الكترود. طيب الفيرست كايند ميتال ايون الكترود خدناه طبعا واتكلمنا فيه في الجلفانيك سيل لو انت فاكر. يبقى اذا الاعتماد كله على الكاتايون، يبقى الكاتايون هو الاساس في القياس يعني، او هو اللي بيتاثر بالكاتايون، هو بيقيس لي الكاتايون. زي مين بقى؟ زي في حاله اللي هو اي ميتال محطوط في سوليابل سولت. سوليابل سولت يبقى لازم الميتال اللي انا بضيفه بيبقى فيه سوليابل سولت، يعني زنك سلفيت، كبر سلفيت. يبقى اذا الكبر مثلا الكترود بحطه في كبر سلفيت دايب خلاص، او زنك يبقى فيه زنك سلفيت دايب. يبقى وده المثال خدناه احنا في الفولتيك سيل جنب كده وبتاع. يبقى اذا الكبر في الكبر سلفيت، والكبر بياخد 2 الكترون ويديني الكبر ميتال. واذا في النيرنس ايكويشن هيبقى الكبر على الكبر ميتال ده بواحد. يبقى اذا التركيز بيعتمد اساسا على الكبر، يعني زي ما احنا قلنا كده عشان بس تبقى صوره واضحه معاكم. في حاله الكبر او الزنك او اي ميتال محطوط في سوليبل سولت، فالمثال هو عشان تبقى واضحه معاكم عشان بس الامور ما الزنك مثلا محطوط في الزنك سلفيت خلاص. يبقى انا الزنك اللي هو بوزيتيف 2 هياخد 2 الكترون ويديني الزنك ميتال خلاص. طيب لو انا طبقت النيرنس ايكويشن هيبقى اللي هو الاي نود زائد ال 0.591 على عدد الالكترونات اللي هو 2 لوج الزنك بوزيتيف 2 على الزنك ميتال. احنا قلنا اي ميتال بواحد، يبقى اذا التركيز كله بيعتمد على الزنك. يبقى ده بسميه انا اللي هو فيرست كايند ميتال ايونز. طيب الامثله الثانيه احنا قلنا اللي هو الكادميوم صلفيت، الزنك زنك صلفيت او الكبر صلفيت ماشي، وهكذا. النوع الثاني اللي هو السكند كايند الكترود اللي هو الميتال، ده هنا في الحاله دي ايه الفرق بينه وبين اللي احنا قلناه؟ الفرق بينهم ان في حاله السكند كايند او بسميه انايون تايب، ده بيعتمد لي على تركيز الانايون. بيجي ازاي؟ بيبقى الميتال اي ميتال لما يبقى ميتال سيلفر اميرزت ان انسوليبل سولت. انسوليبل سولت زي سيلفر كلورايت، او في حاله الميركري في الميركراس
كلورايد ده انسوليبل وده انسوليبل. عشان كده زي ما احنا قلنا في السكندري الكترود بدري هو بيعتمد على الانايون, يبقى الاعتماد هنا مش على الكاتايون, ولذلك سموه هو سكند تايب او انايون الكترود لانه هو بيعتمد على الانايون. يبقى ده النوع الثاني. الامثله اللي احنا قلناها اللي هو سيلفر كلورايد, هتلاحظ في الصوره ان الالكترود عليه السلط اللي هو مش دايب خلاص. طيب اللي هو سيلفر كلورايد ساتوريتد طبعا, في الميركرس كلورايد, والايكويشن زي ما احنا اتكلمنا فيها بدري هتعتمد على الانايون بس, لان احنا قلنا الانايونايز زي الميركرس كلورايد او سيلفر كلورايد دول التركيز بتاعهم 1 مولر والميتال 1 مولر, يبقى 1 على 1 هيبقى 1 على بقى تركيز الكلورايد, يبقى اذا هنا بيعتمد على تركيز الانايون. ده سكند كايند. الفيرست كايند في الميتال الكترود اللي هو الريدوكس. الريدوكس ده اللي هو انا هنا بستخدم مين؟ بستخدم حاجه انارت ما بتدخلش خالص في التفاعل معايا, اللي هو زي الجولد او البلاتينم او الكربون, والكربون طبعا ده مشهور خالص, او الجرافايت. ده بيستخدموه فين؟ بيستخدموه اساسا الغرض الاساسي ليه ان هو بيقيس لك اللي هو البوتنشال بتاع اللي هو الستاندرد الكترود بوتنشال, يعني هو بيستخدموه عشان يقيس الستاندرد الكترود. فايه السيستم اللي انت بتستخدمه فيه؟ فرس فرك, سرك سرس, وهكذا. فهو بيقيس مثلا اداء الفرك فرس, الهيدروجين على الهيدروجين ايون, البرومين برومايد خلاص. وبيبقى دايما التركيز هما اتنين قريبين جدا من بعض, فهتلاقي مثلا في حاله الفرس فرك النيرنست ايكويشن هتساوي الاي يساوي الاي نود زائد ال 0.0591 دي على ان ماشي لوج الفرك على الفرس. دول بيبقوا تركيزين قريبين جدا من بعض وبالتالي بتساوي 1. يبقى اذا نهايه الايكويشن ان اي بتحسب بيها الستاندرد الكترود بوتنشال. يبقى الغرض الاساسي من النوع الثالث ده ان انا بحسب بيها الاي نود او الستاندرد الكترود بوتنشال خلاص. فدايما بتستخدم في السيستم اللي هو الاكسديشن ريدكشن اللي هي للحاجات اللي هي متشابهه, يعني فيرس فيرك سيرس سيرك برومين برومايد وهكذا خلاص. طيب الايون سيلكتيف الكترود ده مهم جدا لان السيلكتيفيتي بتزيد بقى, انا بقيس بيها حاجات معينه حتى لو واحنا زي ما قلنا في التحليليه بنسعى دايما الى موضوع ان انا بزود السيلكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني ان الموضوع يبقى خاص بواحد معين, يعني في مجموعه طلبه انا عايز اشتغل طالب ده, فايما كان الطالب ده موجود انا هتعرف عليه خلاص, ما يهمنيش هو موجود في وسط الناس كلها وحده او مع مجموعه من الناس. فده بسميها ايون سيلكتيف الكترود. ايه اكتر مثال مشهور جدا واحنا بنستخدمه؟ هو الجلاس ممبرين الكترود اللي هو بيقيس بيه البي اتش, وده مشهور جدا طبعا وده فيه كلام كتير خالص. وبعد كده في اللي هو السوليد ممبرين الكترود, ممكن يعني بيعمل لي سنسز الكترود معين. الكترود معين ده بيحطه على السطح ده مثلا زي السيلفر ايودايد, عايز يقيس الايودايد بس يبقى عامل سيلفر ايودايد, او عايز يقيس الفلورايد يعمل لانسنام فلورايد وهكذا. وفي بعد كده انزيم بيزد, يبقى ده بيشتغل على انزيم. طيب ايه الجلاس ممبرين الكترود؟ الجلاس ممبرين الكترود عباره عن الكترود بيتكون من السيلفر واير, وعندي السوليوشن بتاع 0.1 نورمال اتش سي ال, وعندي في نهايته الالكترود اللي هو سيلفر كلورايد. طيب بس في حاجه مهمه جدا في الجلاس كاربون الكترود, وهو الشغل كله على الجزء ده اللي هو جزء ايه؟ اللي هو الجلاس. احنا دايما بنتكلم على الجلاس الكترود, يبقى خاص كلمه الجلاس دي بالذكر لان هي اهم حته في الموضوع. الجلاس ده اللي هو كده بيبقى انتفاخ كده, الجلاس ده بيتكون من سيليكون اوكسايد ده كام؟ 70%, خلي بالك من النسب. وعندي الصوديوم اوكسايد, صوديوم اوكسايد كام؟ 23%, 23%, وده خلي بالك قلت لك من النسب. وكالسيوم اوكسايد 7% عشان يسوي لي 100%. طب ايه اللي بيحصل؟ ان طبعا في هنا طبقه رقيقه خالص
طبقة رقيقة دي طبعا الالكترود ده لازم بتعمل له سوكينج، يعني انت بتحطه في المية يعني لمدة 3 4 5 ساعات قبل ما تشتغل بيه، عشان الهيدريت الجل دي تشرب مية كده ويحصل عليها الرياكشن. طيب في هنا اللي هو السيليكون، طبعا السيليكون مع الاو مع الصوديوم، فالكافيتي دي اللي هو بيبقى عباره عن كافيتي وشبكه كده من بعضيها. الصوديوم ده في عندي هنا HCl طبعا جوه تركيز، فانا هرمز عليه بالH خلاص. لما بتحط هو داخل المحلول اللي انا عايز اقيسه، المحلول اللي داخل اللي هو ده في برضو H لان هو بيقيس البي اتش، فمثلا بي اتش الكالاين او اسيدك، فهيقيس لي الاتشات الموجوده فيه. هيحصل ايه؟ بيحصل على السطح ده اكستشينج، يعني لو انا عندي السيليكون او زائد صوديوم ده اللي هو على الالكترود زائد الاتش اللي هو موجود في السوليوشن، هيحصل ريبليسمنت. يبقى الاتش دي هتدخل مكان الصوديوم والصوديوم يروح للمحلول، ده كله على السطح يعني مش هينزل في المحلول كله ده بيحصل على السطح. يبقى هيديني السيليكون اوكسايد اتش اللي هو البروتين بتاعي زائد الصوديوم ده في السوليوشن، وهنا على السيرفيس بتاع الالكترود. جميل خالص. طيب هو بيحصل ايه هنا؟ بيقارن يعني اقرب حاجه عشان يعني اشبه لك الموضوع، هيبتدي الاتش اللي بره هتعمل بوتنشال مع اللي جوه، يعني شوف في فرق بوتنشال، هما اتنين بيقربوا من بعض. لو الاتش يعني ابسط مثال عشان تبقى بس الموضوع سهل جدا، لو اللي جوه اكتر من اللي بره يبقى ده ايه؟ الكالاين. خلاص؟ لان اللي جوه اكتر من اللي بره. طيب لو اللي بره اكتر من اللي جوه، يعني الاتش دي اكتر في السوليوشن، معناها ان اللي بره ده اسيدك اكتر، فيبقى ده ايه؟ اسيدك. طيب لو هما اتنين متساويين يبقى في الحاله دي بقول ان البي اتش نيوترال. خلاص؟ ده يعني ملخص موضوع اللي هو البي اتش ميتر او الجلاس ممبرين الكترود. طيب هنا بقى بيتكلم لك على ايه المشكله بقى بعد فتره، او في ليميتيشن ليه؟ طبعا هو ليه ليميتيشن او ليه ديس ادفانتج. طبعا الادفانتج هنتكلم عليها الاول، ان هو يعني بيدي ريسبونس سريع جدا، البوتنشال نوت افكتد باي بريزنس اوف اوكسيدايزنج اور ريدوسنج، لان هو بيشتغل بس على البي اتش، يعني الشغل كله على اختلاف البوتنشال بتوين السوليوشن والالكترود نفسه، فبيقيس لي بس اللي هو ايه؟ البي اتش بتاعتي. تاني اللي هو اتس اوبريت اوفر ا وايد بي اتش رينج، البي اتش رينج بتاعته عاليه. بعد كده اتس ريسبونس فاست اند فانكشنز ويل اند فيسيولوجيكال سيستمز، يعني مثلا انا عندي اسنان عايز اشوف البي اتش بتاعت الفم بتاعتي، عايز اشوف البي اتش بتاعت البلد، السيرم، اي بيولوجيكال فلويد سهل جدا ان هو يديك قراءات فيها يعني. طيب ايه الديس ادفانتج بتاع الجلاس الكترود؟ المشكله بتاعته الاساسيه طبعا فراجيل، يعني هو ممكن يتكسر بسهوله يعني لان هو جزاز فممكن يتكسر. طيب cannot be used in presence of dehydrating agent، لو انا عندي dehydrating agent زي السلفوريك اسيد والحاجات القويه دي ما ينفعش استخدمه فيها، لان هو احنا زي ما قلنا هو بيحب الميه ولازم تعمل له سوكينج لمده 3 4 ساعات، فانت لو حطيت dehydrating agent هتشيل كميه الميه اللي عملت اللي هي طبقه الجل دي. الانترفيرنس اوف صوديوم ايونز اوكير ات بي اتش، هنا المشكله بقى بيسموها الكالاين ايرور. ايه الالكالاين ايرور ده؟ بيقول لي لما در البي اتش بتاعت المحلول بتاعي، البي اتش بتاعت المحلول بتاعتي بتزيد عن 12، في ناس بتقول بتزيد عن 10 وفي ناس بتقول لا بتزيد عن 9، بس خلينا احنا في متوسط ان هي لما تزيد عن 12 هيحصل ان الاتش اللي جوه لو البي اتش 12، لو بي اتش 12 يبقى هيحصل ان هنا طبعا الصوديوم الهيدروكسيد اعلى، فيحصل ان هيحصل تبادل ما بين الصوديوم اللي على السيرفيس مع الاتش اللي جوه طلعه بره ويتفاعل مع الاو اتش، وبالتالي هيديك قراءه اقل من الواقع، يعني المفروض البي اتش بتاعتك 12 يقول لك هو 11. خلاص؟ يبقى هو بيديني جرايه بيخلي المحلول اسيدك اكتر، يعني هو المفروض يقول ان البي اتش بتاعت 12 هو بيقول لك 11. خلاص؟ فدي بيسموها الكالاين ايرور. يعني زي ما قلنا الصوديوم بيدخل في السوليوشن بيدخل على الاتش على الجلاس الموجوده
ويحصل تبادل، يبقى الصوديوم يرجع للجلاس والاتش تخش على السوليوشن، يحصل نوتراليزيشن، وبالتالي بيقلل لي كميه الاو اتش الموجوده بالفعل، وبالتالي السوليوشن الالكالينيتي بتاعت السوليوشن بتقل عن الطبيعي. ازاي انا بقى اعمل اوفر كم للالكالين ايرور؟ ان انا بغير، طالما ان المشكله في الصوديوم بقى، ان انا اغير اجيب حاجه السايز بتاعها اكبر من الصوديوم، ما بيحصلش تبادل فيها زي البوتاسيوم. خلاص، فالبوتاسيوم ما بيحصلش فيه كده. فانا لما بقيس محاليل اعلى من 12 المفروض استخدم الكترود الكونتنت بتاعته بوتاسيوم مش صوديوم. خلاص، احنا قلنا طبعا ليه انا بعمل اميرزن، او انا ليه بعمل له سوكينج، او ليه بحبه في الميه، عشان بعمل الريستور الاكتيفيتي بتاعته، برجع له الاكتيفيتي بتاعته، وبعد كده بعمل اللي هو امنع الديهايدريشنز اوف جلاس. السيلفر كلورايد الكترود ده الصوره بتاعته، وده انا ممكن اعمل له كومباينيشن مع الجلاس الكترود ويديني ايه اللي هو كومبايند جلاس الكترود. الكومبايند جلاس الكترود يعني فيه جلاس الكترود مع الريفرنس الكترود، يعني من الخلاصه دي كلها ان انا ممكن اعمل الاثنين الكترود مع بعضيهم، يعني الريفرنس مع الانديكيتور في. وده معظم الالكترودات الحديثه بيبقوا فيها النظام ده. خلاص، طيب الايون سيلكتيف الكترود، يعني الايون سيلكتيف يبقى انا هجيب ديسك واحط عليه ايون معينه، الايون دي لما بتحتك بالسوليوشن اللي فيها نفس الايون بيحصل فرق بوتنشال بينهم، وبالتالي الجلاس الكترود هيقيس لي الفرق بوتنشال ده ويديني القراءه. زي مين؟ زي احنا الجلاس ممبرين الكترود ريبليسد باي اذر ماتيريال، زي اللي هو الديسك، يعني بيجيب جلاس الكترود طبيعي، وبعدين يعني هو الجلاس الكترود بتاعي الطبيعي ده وروح حاط عليه ديسك ثاني، يبقى ادي الجلاس الكترود بتاعي الطبيعي وروح عامل عليه ديسك كده خفيف مثلا من السيلفر ايودايد، في حاله ما هو عايز يقيس الايودايد في السوليوشن. فيجي السوليوشن فيه ايودايد ده، ولما يحصل له كونتاكت بالديسك ده هيحصل فرق بوتنشال بين الايودايد اون ذا سيرفيس اوف الكترود اند ايودايد ان سوليوشنز. بعديها على طول الجلاس الكترود بتاعي الطبيعي هيجرى البوتنشال ده ويديني القرايه بتاعتي. خلاص، الديسك الكترود ده ممكن يبقى ايودايد سيلكتيف الكترود، او ممكن يبقى فلورايد. يبقى فلورايد بيستخدم اللانسنم فلورايد، لانسنم فلورايد، وده هو الالكترود اللي احنا بنستخدمه في حاله قياس الفلورايد. طيب الايون سيلكتيف الكترود اللي هو انزيم، بعد كده انزيم بيزد الكترود. ايه الانزيم بيزد الكترود؟ انا عندي الالكترود بتاعي عليه انزيم، الانزيم ده بيكسر البيولوجيكال فلويد اللي عندي، بيحولها الايونز، او يعني اللي هو يعني امونيوم ايونز اللي عليها بوزيتيف تشارج. الامونيوم ايونز دي تعامل مع عمالة الهيدروجين ايون، وبالتالي الجلاس الكترود بيقيس لي البوتنشال بتاعها. فمثال مثلا، ادي السامبل بتاعتي بحط عليها انزيم، الانزيم ده بيديني ايون برودكت، يعني whatever، ممكن تبقى امونيوم. بعد كده يجي الايون سيلكتيف الكترود بتاعي هيحس بالايونات اللي اتكسرت دي ويجراها يديني بوتنشال، البوتنشال ده مساوي لكميه السامبل او الماده الموجوده في السامبل بتاعتي. مثال زي اليوريا مثلا، اليوريا الكترود ان ويتش ذا انزيمز اليوريز، يبقى الانزيم بتاعي اللي هو اليوريز ما يعني مثبت على سطح الالكترود، لما بيتحط في اليوريا بيكسر اليوريا دي الى امونيوم، الامونيا دي او هو هيجرى الامونيوم، الامونيوم دي هيجراها هو على اساس ان هي هيدروجين ايون، وبالتالي هيديني التركيز بتاعها. خلاص، واللي هي مساويه بالفعل الى لليوريا. الثاني برضو زي وبنحسبها من الايكويشن دي، الاي سيل بيساوي كي في زائد 0.295 لوج سي اللي هي لليوريا، الكونسنتريشن بتاع اليوريا. في تاني عندي اللي هو زي البنسلينيز الكترود، ده البنسلينيز الكترود لو انا حطيته في محلول فيه بنسلين هيكسر لي البنسلين الى هيدروجين ايون، وبالتالي هقيسه بسهوله بالجلاس الكترود. يبقى الابلكيشن بتاعت البوتنشيومتري عندي يا اما هي دايركت
يا اما هي اندايركت. الدايركت يعني انا ممكن اجيب البي اتش ميتر على طول واحطه مثلا في البيولوجيكال فلويد سواء في الفم عشان اشوف الحموضه بتاعه الفم عشان التسوس، انتوا يعني عارفين ان موضوع التسوس ده بيعتمد على الحموضه. الثاني اللي هو ايه اللي هو الاندايركت، يعني انا ممكن اعين مثلا السلفيت عن طريق الزنك مثلا، يبقى الزنك هو اللي بيحصل له بيرتبط بالسلفيت، وعن طريق الارتباط ده انا اقدر اجيب تركيز السلفيت، مع ان السلفيت مش داخل في الموضوع اللي بياخد الكترونات ولا بيدي الكترونات. عندي انا هنا اللي هو الستاندرد الكترود بوتنشال، ده مهمه للسيستم عشان اعرف كل اللي هي الانود، يعني مثلا فرس فرس ايه البوتنشال بتاعه. اقوى حاجه مثلا كده في كسترونج اوكسيدايزنج ايجنت اللي هو الفلورين، اللي هو عندك 2.97. طالما هو سترونجر اوكسيدايزنج ايجنت يبقى ويكر ريديوسنج ايجنت، يبقى بالعكس. خلاص مثلا عندي الـ طبعا هنا اعمل لك الهيدروجين اللي هو الزيرو اللي هو ستاندرد هيدروجين الكترود. في عندي برضو حياه زي الفرق في الراس البوتنشال بتاعها ماينس 0.45، ده بالنسبه لي قياسا بالستاندرد هيدروجين الكترود. طيب ده بينفعني فين؟ انا بيقول لي احيانا بيجيب لي رياكشن زي كده او هاف سيل زي المكتوب ده، ويقول لي هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ يعني ديترمينيشنز اوف سيل بوتنشال. جاب لك الكبر والكبر مع المحطوط، يعني الكبر الكترود اميرزت ان كبر سوليوشن، وجاب لك التركيز 0.1 مولر وسولت بريدج، وبعد كده سيل. هل الرياكشن ده بيمشي في الاتجاه ده صح؟ كده صح ولا المفروض اعكس؟ خلاص طب انا هحسب. يبقى اذا اول حاجه الليفت سايد، همسك الليفت سايد اول حاجه، اول معلومه لو طلع التركيز النهائي او الجرايه بتاعتي بوزيتيف يبقى الرياكشن ماشي مظبوط، لو طلع نيجاتيف يبقى الرياكشن هيمشي عكسي، يبقى الرياكشن ده المفروض يمشي عكسي. مثلا فهو الكبر الاول مسك كده، الكبر هيفقد الكترو 2 الكترونز ويديني الكبر ايونز، يبقى الاي اللي هو النيرنست ايكويشنز الاي للليفت سايد بتساوي اي نود، الاي نود للكبر على الكبر ميتالز، الكبر ايون على الكبر هجيبها من الجدول اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده، اللي هو الكبر اهو هيساوي يعني 0.34 من التيبل، هعوض مكانها بقى ماشي، هو عوض هنا مكان الكبر بالقيمه 0.337. هو يعني اختصر يعني هنا القيمه اللي في الجدول هو يعني في الجدول جبرها، يعني بدل ما تكبر 37 خلاها 4 خلاص، زائد ال 0.0591 على 2 الكترون اللي احنا اللي حصل ان هو الكبر ضلعهم، لوج بقى اللي هو الكونسنتريشن بتاع الميتال اللي هو الايونز، الايونز ده اللي هو كام بقى؟ 1/10 مولر على ده اللي هو دايما احنا بنقول واحد الميتال دايما بواحد. خلاص طلعت القيمه بتساوي 0.307، ده بالنسبه للشق الايسر. هنيجي نخش على الشق الايمن اللي هو السيلفر. السيلفر خد الكترون وتحول الى سيلفر ميتال، وبالتالي السيلفر سيلفر ميتال بوتنشال بتاعها هجيبها من الجدول دي، يعني هتطلع السيلفر اهو هتطلع 0.78 تقريبا، 0.78 هيعوض عنها اللي هو 0.799 ويضيف قيمه ال 0.591 على النمبر اوف الكترون واحد لوج 2/10 على الميتال اللي هو الواحد بتساوي كام؟ 0.757. طيب كويس، الليفت ادانا قيمه والرايت ادانا قيمه، نطرح احنا الرايت من الليفت يبقى 0.757 ناقص 0.307 هيديني بوزيتيف 0.45، يبقى اذا الرياكشن مظبوط، يبقى اذا الرياكشن فعلا بيدي من الكبر للسيلفر، يبقى كده بحسابات الكالكوليشن بتاعتي بتقول ان الرياكشن ماشي مظبوط. طيب في مثال تاني وانتم المفروض تعملوه لوحديكم، ولو الرياكشن طلع ماينس 0.45 يبقى معناها ان الرياكشن المفروض هيمشي في الاتجاه ده، يعني يبقى كده غلط، المفروض اكتب الكبر اكتب ده الاول. خلاص دي بالنسبه للمثال يعني. خلاص
طيب ايه الديترمينيشن، ايه البوتنشيومتريك ابلكيشن؟ انا بستخدم البوتنشيومتري ده في ايه؟ طبعا احنا الاساسي ان احنا بنعمل بيه بوتنشيومتريك تيتريشن، يعني بعرف بيه التركيز بتاع الانالايت بتاعي. الادفانتج بتاعت البوتنشيومتريك تيتريشن بروفايد المور ريلابل داتا ذان يوجوال تيتريشن يوزد فور كولرد اند تيربيد، يعني ما عنديش مشكله خالص ان يبقى المحلول بتاعي كولرد او تيربيد زي ما انتم خدتوا في الاناليسيس سواء ريدوكس او الاسيد بيز او الكومبلكس، حتى ان انت ما ينفعش تعمل حاجه تربد تشتغلها بالبيوريت. لكن هنا في البوتنشيومتري عشان انا ما بقراش بعيني، المفروض القراءات بتقبى عن طريق الجهاز، يبقى اذا لو المحلول تربد او كلرد ما فيش اي مشكله. ايه الديس ادفانتج؟ هو بيقول ان هو بياخد وقت طويل شويه. ده اللي هو البوتنشيومتر او التيبيكال البي اتش ميتر. خلاص، طيب ازاي انا بحدد بقى اللي هو، وخلي بالك الحته دي يعني احنا بنجيب يعني منها حاجات كده مهمه، يعني ممكن تيجي على هيئه مس كيو. عندي اللي هو اللوكيشن بتاع الاند بوينت، ازاي احدد الاند بوينت؟ الاند بوينت عندها ليك ثلاث طرق تحدد، يا اما تستخدم زيرو اوردر كيرف، وده هنا الاند بوينت بتاخد يعني في منتصف المنحنى وتنزل دي الاند بوينت بتاعتي. خلاص، هنا بيبقى فيها ايه؟ بيبقى الريليشن بتوين الفوليوم اوف تيترانت مع السيل بوتنشال، ده في الزيرو اوردر. في الفيرست ديريفاتيف كيرف ده بيعمل علاقه ما بين الفوليوم اوف تيترانت مع الدلتا اي يعني السيل بوتنشال على الدلتا في. خلاص، وده ممتاز جدا لان يديك نقطه واحده واضحه جدا، بيديك اعلى قمه الهرم، ده هو ده الاند بوينت. في اللي هو السكند ديريفاتيف اللي هو بيعمل علاقه ما بين الفوليوم اوف تيترانت مع الدلتا تربيع اي على الدلتا في تربيع. خلاص، فتخلي بالك من القيم دي لان هي يعني بسهوله جدا ممكن تيجي ام اس كيو او يعني ترو فولس. خلاص، طيب هنا كده احنا يعني خلصنا جزء البوتنشيومتري، وان شاء الله هنشرح المحاضره الجايه اللي هي الفولتمتري. خلاص، فكده يعني جزء البوتنشيومتري يعني ارجو يكون يعني وصل لحضراتكم ويكون الموضوع سهل يعني. ولو في اي استفسار يعني يا ريت تتواصلوا معنا على صفحه الكليه يعني. وشكرا يعني لكم.